متابعي أهل مصر الكرام من محافظة الشرقية ومن كل مكان، معاكم ياسمين عزت من مركز الحسينية محافظة الشرقية. النهاردة نسحبكم في جولة قصيرة في قرية بحر البقر التابعة لمركز الحسينية، عشان نسترجع معاكم أحياء ذكرى مذبحة بحر البقر. النهاردة احنا قدام نصب التذكاري لشهداء مدرسة بحر البقر الابتدائية. طبعا النهاردة استضفنا الحاج سيد. أيوة. استضفنا الحاج سيد، هو كان أحد المصابين اللي تم إصابتهم في القصف الإسرائيلي لمدرسة بحر البقر. طبعا هنديكم فكرة كده بسيطة عن الحادث ده. دي غارة إسرائيلية قصفت مدرسة بحر البقر، كان في سنة 1970 في يوم 8 أبريل في صباح اليوم، وكانت النتيجة إن أطفالنا وقتها حوالي 19 طفل لقوا مصرعهم وأصيب 50 آخرين. النهاردة إحنا بنستضيف الحاج سيد، هيحكي لنا تفاصيل ذكراه مع إصابته وقت الحادث. اتفضل يا حاج سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا بحضرتك. السيد عبد الرحمن حسن احد مصابين من صباح البار. يوم 8 ابريل كان زي النهارده، ده يوم لم ننساه ابدا. اليوم ده جبنا الصبح انا وزمايله، كل واحد جه من بيته وراح المدرسه، ودخلنا حوش المدرسه وخدنا طابور الصباح، ومن طابور الصباح دخلنا فصولنا سنه اولى وثانيه، وكل الفصول دخلت وخدنا حصه حساب. اتفاجئنا لا في مدرسه ولا في زملاء ولا في، بقت كوم تراب في غمضة عين، وكله تحت انقاض. اللي فاك في الحسينية مفيش في الحسينية. كان عمرك كام سنة وقتها؟ كان عمري 8 سنين. المدرسة كانت تنشأ طبعا، أول مرة تنشأ السنة ديت، وكانوا بيلموا من القرية للبلد ديت عمرانا في 68، وأنا عاملها سنة 70، فكانوا بيلموا 6 سنين 7 سنين 8 سنين، كانوا طبعا لسه أول قرية تتعمر، وكان لسه بنعمر فيها. في طبعا الناس خربتها بضرب المدرسة، خربت القرية دي، قعدت أكثر من 8 سنين الناس خايفة تسكن في القرية دي لأن الشهداء فيها والمصابين. فاتفاجأنا لا حيط ولا سقف ولا تخت ولا زمايل، فكده اللي انصاب طلع في الحسينية للعلاج، والشهد لموه، قامت اهل القريه اللي له واللي مالوش قام بيلم الجثث ديت ولم المصابين والشهداء، وكان منظر لم ينتسي مدى الحياه. كان وقت يعني كان الساعه 9 و6، كان ساعه عصيبه على 2 بحر البقر، وعدى على الوقت 51 سنه ولم ننسى هذا الحدث، حدث فريد. فتح وانا في الحسينيه قعدنا فيه اكثر من شهرين ثلاثه، وزارنا جميع المسؤولين، وجهنا جميع مصير مصر، لان السيده ام كلثوم زارت مدرسه بحر البقر وزارت المصابين، وفرد سرير سرير في مستشفى الحسينيه ما سابتش ولا واحد. فشفها من الاصابه اتحولنا الى رئيس الشباب في برج الجزيره في مصر، وقعدنا هناك فتره في اعلى رعايه تبع الدوله، وقسمنا الى كم جزء، كل جزء يطلع دوله بره. انا رحت بلغاريا وناس راحت المانيا الشرقيه المانيا الغربيه، فراحت معانا يعني انا من ضمن راح بلغاريا، راح معايا 3 انفار، جمع رياض وكمال ابو هاشم وفاز محط طاول. رحنا قعدنا في بلغاريا فتره جامده لعند الاستاذ رئيس عبد الناصر المتوفى، ونزلنا من بلغاريا. ده الحدث طبعا اللي احنا ايه بتاع 8 ابريل. اما النهارده يعني تاريخ يوم كانت تاريخ اصابتك ايه؟ كان اصابتي انا في دماغي، وكان في رجليا تمزعات في رجليا من شد التخت. طبعا التخت ده انضربت مكان المكان ده كان كله انقاض خشب مع حجاره مع لسه خرسانات. لسه فاكر لما طلعوا بقى ينتشلوكم من تحت الانقاض؟ لسه فاكر والله، ولسه في ناس النهارده من الناس اللي طلعتنا عايشين. عندهم 70 سنه من الاهالي في البلد. من الاهالي عايشين. لسه فاكر. امال ايه؟ يوم لم ينتسي خالص نهائي، يوم 8 ابريل ده يوم الشهداء والمصابين، ويعني ده زي ذكرى. احنا بنيجي النهارده بنشوف كل زمايلنا المصابين واهالي الشهداء، ده زي يوم حدانا لازم كله يتجمع النهارده. يوم 8 ابريل صحابك كان ليك طبعا صحاب؟ كان ليا اصحاب في المدرسه. ممدوح حسن صادق كان زميلي في التخت ده، واحمد السيد عبد العال، يعني يا احمد عبد السيد ده توفوا وقتها.
كان وقفوا ساعتها، كان منظر صعب صعب للغايه. المنظر ده كان منظر صعب طبعا، يعني محفور في ذاكرتك. محفور طبعا في ذاكرتنا. وكنت طفل يعني. احنا بس بنطالب بالتكريم، نتكرم زي اي مصابين عمليات حربيه. انا بطالب بالتكريم زي اي مصابين عمليات حربيه. لا خدنا لا معاش ولا تكريم ولا اي حاجه خالص، احنا كده يعني على الورق بس. عمرك كام سنه دلوقتي؟ انا عمري 59 سنه. 59 تسعه، قعدت اطلب بالشغل 300 جنيه شالوهم. فاحنا بنطالب فين حياه كريمه؟ احنا عاوزين تقولون لحياة كريمة، نشوف احنا وضعنا ايه. طبعا احنا اهل مصر، اهل مصر، احنا اهل مصر، جريدة اهل مصر، بنوجه رسالة من الحاج سيد عبد الرحمن حسن، الحاج عبد الرحمن، يعني بدعوته وطلبه ان هو معاش محترم، لان احنا بقينا يعني جزء من تاريخ مصر. مش ينفع تاريخ مصر، جزء من تاريخ مصر، يبقى جزء من تاريخ مصر، يبقى جزء مش حتى منظره جميل. وان شاء الله تتقدم للتضامن الاجتماعي في محافظه الشرقيه يا ست. واحنا كمان باسم اهل مصر نعمل ده ونساعدك في التضامن الاجتماعي. بتقول عايزين كروسون طبي، عايزين واحد ما بينام ما بيقعدش المطار وكمان عشان يجبطوه. ان شاء الله ده يتم، حتى 60 سنه بيتقاضى معاش يعني. طب يا ريت يا ريت والله، يعني كلها شهور ان شاء الله وتتقاضى معاش لو ان عمرك 60 سنه باذن الله. يا ريت والله ناخد معاك. وده الدوله نتكرم زي اهل السويس، والدوله بتوفره دايما للمواطنين. نتكرم زي اهل السويس واسماعيليه والقنطره وبورسعيد، نتكرم ان بعت يرفع احنا بنا شويه. اما كده في الشرقيه شؤون الاجتماعيه رافضه اي مصابين يتكرموا. عامه لا ان شاء الله يعني انا بناشد يعني رئيس حب الانسان بالتكريم من محافظه الزقازيق. ليه محافظتنا مهمله فينا ليه؟ الحاج عبد الرحمن، احنا عايزين سيد عبد الرحمن حسن. احنا عايزين كمان نعرف من حضرتك، بتحكي بقى لاولادك واحفادك دايما طبعا الذكرى دي ما بتنساهاش. بحكي لهم والله العظيم، واحفادي امبارح اجوا المدرسه امبارح عشان يحضروا الذكرى، لان المحافظ يجي يوم 7، احنا عدى النهارده 8، يجوا والله من ورايا امبارح احفادي. انا اقول من الحفله بكره، ان بكره هم قالوا النهارده جدوا وراحوا الحفله والله. طبعا هم حاسين بفخر ان جدهم كان، حاسين بفخر. والله مشغول يعني على التلفزيون وعلى النت برضه. رغم ان ده كان مأساة جدا، ومأساة مأساة، انما برضه يعني حاسين بفخر ان انت دايما طبعا من اولاد مصر اللي هو يعني ايه اللي طبعاً شهد حاجه زي كده. هي طبعا كانت كارثه مش حاجه ان احنا نبقى نفتخر بيها، ولكن دوت يعني يعتبر في تاريخ مصر ذكرى أليمة. ذكرى أليمة والله. إنما هم برضو بيبقوا مبسوطين إن جدهم شاهد على الحدث يعني، على التاريخ وكده. أنا يعني بعد إذنك كلمتين بس، أنا شايف إن اتنين بحر البقر مقبلة على وضع حضاري جميل، وضع الحياة كريمة، فإحنا عاوزين من ضمن برضو يعني هنا مبنى مجمع خدمات، شهر عكاري، مكتب طاوين، مطافي، يعني فإحنا عاوزين يبقى إحنا يعني من ضمن الحاجات اللي، لأن إحنا وجهة المكان ده مصابين وشهداء واهل الشهداء، وجهه مكان في بحر الغمر، فلازم نتكرم، لازم يورينا الناس كلها لسه اثر المصابين، حتى الصين تعرف ان في لسه ناس مصابين من الجريمه بتاعتهم البشعه الغاشمه، يعرفوا ان في ناس تتكرم تكريم صح. احنا بنشكر حضرتك يا حاج. الف شكر والله. طبعا هنا اسمك اكيد موجود هنا. لا دول الشهداء. الشهداء. دول الشهداء. اللي معايا هنا الاخ سيد محمد شرف. زميل وحصل الحادثه معايا دي هنا الفصل. احنا بنعرض لكم متابعي اهل مصر اسماء الشهداء اللي لقوا مصرعهم اثر القصف الغادر من القوات الاسرائيليه المحتله لمصر وقتها. حضرتك ايوه خلاص. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، عرفنا بحضرتك. انا اسمي السيد محمد شرف الدين. اهلا بحضرتك. من احد مصابين المدرسه بتاعت بحر البقر. كانت اصابتك ايه بقى وقتها؟ انا مصاب في الوجه 2 سنتي في دماغي هنا، وصدري اهون، شاطئ اهون، وظهري من ورا. طبعا العلامه دي يعني محفوره على جسمك وبتفكرك دايما 51 سنة بالذكرى. طبعا عمرها 51 سنة، بتفكرك بالذكرى القاسمة.
اللي ارتكبتها اسرائيل في حق ابن مصر واولاد مصر. احكي لي بقى، احكي لي يعني ايه اللي حصل، وذاكرتك فيها ايه من الذكرى الاليمه دي؟ ذاكرتي من الذكرى الاليمه دي تتلخص في كلمتين. ان احنا جينا المدرسه الصبح، صرنا نلعب عن الزمايلي في الحوش، وبعد كده دخلنا حضرنا الطابور ودخلنا الفصل. دخلنا في حصه حساب الساعه 9 وثلث صباحا، ما اعرفش نفسي فين لمده 3 شهور. ما اعرفش ايه اللي تم، انضربنا ازاي، ايه اللي حصل، لانني كنت في غيبوبه، ما حسيتش الا بعد 3 شهور. فضلت في غيبوبه 3 شهور. 3 شهور لان كانت الضرب في الراس يعني. ما هي 2 سم. كان عمرك وقتها كام سنه؟ 7 سنين. 7 سنين كنت في اولى ابتدائي. فطبعا احنا دي ماساه لنا، وشفنا ماساه، واليوم ده هو المفروض مصر اتكرمنا فيه، لانهم نسيوا حاجه اسمها مدرسه بحر البقره. الدوله نسيت حاجه اسمها مدرسه بحر البقره. الدولة أكيد ما نسيتش، وإحنا لا. كلنا كمصريين يعني ما نسيناش حدث زي ده. دي حتى يعني حادثة كارثية حصلت من 51 سنة، ولحد النهاردة إحنا لسه فاكرينكم، وبالتالي إحنا جينا لكم حتى بعد 51 سنة لسه بنجدد. يا مرحب بيكم، وتشرفونا عروسنا من فوق. إحنا من الشرقية وناس كرم، وإنتي معروفة لأهل الشرقية. طبعا كرم. أهل الكرم. فطبعا بس المسؤولين ده حتى للذكرى بتاعتنا يوم 8، المحافظ اجانا يوم 7 عشان محدش يعرف ان هو اجى. المحافظ كان جاي كمان بيجدد متحف بحر البقر في اجى يوم 7 محدش شافه. متحف المدرسة. هو جاي لمين؟ فيها دلوقتي المرايل بتاعتكم لحد النهارده. هو جاي لمين؟ مش جاي يشوف الناس المصابة. طيب حضرتك بتطالب بإيه يعني؟ أنا بطالب ابن مصر ومريت بحادث أليم زي كده لسه محفوظ في ذاكرتك. بطالب من السيد رئيس الجمهورية. تمام. السيد عبد الفتاح السيسي. أيوه. إن يطلع لنا معاش، لأنني وصلت 60. أيوه. أنا مواليد 61. وصلت 60 سنة. لا في معاش، ولا في حتة أرض آكل منها، ولا عارف أجوز عيالي اللي عندي الآن. عند جذر الجلة عاوزين يتجوزوا، شغالين باليوميه، لانهم انحرموا من التعليم. انا اتعجلت من التعليم كراما للضربه. طيب حضرتك يعني عمرك 60 سنه دلوقتي، تقدر فعلا تاخد معاش التضامن الاجتماعي؟ يعمل لي المسن ايه؟ 400 جنيه يعملوا لي ايه؟ لا المسن يعني عامه احنا ممكن نتواصل مع مديريه التضامن الاجتماعي في محافظه الشرقيه. لا انا حاليا مقيم في السويس. لكن حضرتك شرقاوي. شرقاوي يعني. يعني لو في اي مساعده هتكون من المحافظه. المحافظه اللي حضرتك تنتمي ليها. طبعا. واحنا بنوجه طبعا من خلال اهل مصر يعني طلب سيد محمد ايوه للتضامن الاجتماعي. وطبعا هم يعني تاني شخصيه معانا النهارده من مصابين مذبحه بحر البقر. هم بيطالبوا بالتكريم وبيطالبوا بحياه كريمه، ضمن يعني ضمن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو بيطالب انه يكون له معاش. احنا بنوصل صوتك اهو. انا عيني دي فيها بليل عندي، وان شاء الله نتواصل مع حضرتك ونشوف اللازم ايه. وباهدي النشيد ده للجمهوريه كلها. الجمهوريه كلها ومصر كلها. شوفوا الخبر من مدرسه بحر الفضل. صواريخ امريكا اتفجرت، قتل الجلال، قتل الصخر. وهدوم قواتنا اتبعثرت، اللي اختفى واللي ظهر، والكراسات ويا الكور شفناها والقلب انفطر. نحلف بكل يمين واراده ما هتلين، لا في دمها يروح حضر، لا في سينا، ركز على كلمه سينا، ولا في بحر. طبعا مفيش دم هيروح حضر في مصر. مصر قويه، مصر عظيمه، دايما تحافظ على اولادها بقوه ولادها وبسواعد ولادها. طبعا انا بشكر حضرتك جدا، ويعني احنا النهارده استضفناك بس نسينا نتكلم عن اخر حاجه، يعني الذاكره دلوقتي لما بتستعيد الحدث ده احساسك أليمة. بيكون ايه؟ ذكرى اليمه. وخاصه يعني لما بيكون في 2007 انعمل احتفال، وزير التضامن الاجتماعي جانا اللي هو حاليا ماسك التموين اللي هو علي المصلحي، إجا كرمنا وادانا هدايا، وطبعا المسؤولين كلهم اجوا. كنا
في فخر من الدوله. عايزينها تتجدد تاني. عايزين الكلام ده يتجدد تاني. الحفله تبقى حلوه، الناس اهل القريه حتى بيفرحوا، اللي حزنانين على عيالهم وعلى اطفالهم وعلى الناس. طيب بتحكي بقى لاولادك واحفادك؟ طبعا يقولوا ازاي يابا احنا ازاي، ايه اللي حصل لكم؟ وبيحكوا لي بيقولوا ايه اللي حصل؟ اني من الغيبوبه اللي انا كنت فيها ما اعرفش ايه اللي كان. مش فاكر انما اللي اتحكى لك بقى. اللي اتحكى لي ان السيد الرئيس جمال عبد الناصر جانا الله يرحمه، وكان النائب بتاعه انور السادات الله يرحمه برضه جانا المستشفى، والسيده ام كلثوم جاتنا المستشفى، وخدونا مصر في برج الجزيره، كان برج الجزيره، استضافونا هناك لمده 40 يوم، وجاي كانوا جايين برعايتنا، وخدوا منا جزء راح المانيا وجزء راح بورغاليا وراح وجزء راح الاتحاد السوفيتي كترفيه عنا، ويعني حسسونا ان احنا يرفعوا الروح المعنويه عندكم. وخصوصا انكم كنتوا اطفال وكنا اطفال واتصابتوا اصابات يعني بالغه الاثر، يعني احنا كنا في مرحله موت. ليك طبعا يعني صحاب كانوا لقوا مصرعهم في الحادث. طبعا يعني شعورك ايه رغم ان انتوا كنتوا اطفال؟ طبعا هم هنا دول كلهم كانوا زملات. كلهم فاكرهم كلهم شخص كنت فاكرهم، وكنا بنلعب مع بعض، كنا في المدرسه واحده زي كلها كانت في الطياره. فضلت طبعا متاثر بفراقهم؟ طبعا بعد الحادث. طبعا اكيد. بتشوف يعني قرايبهم يعني ابهاتهم؟ اكيد طبعا هم توفوا دلوقتي. ابهاتهم وامهم في بعضهم موجود طبعا. عائلاتهم يعني طبعا بقابلهم وبيجي كل سنه. احنا مش جايين مستضيفين حاجه من المسؤولين هنا. احنا جايين نشوف بعضينا. ايوه طبعا دي ذكرى بتتجدد كل سنه. وبتتجمعوا وبتفتكروا الحادث رغم ان هو قليم، لكن برضه بتفتكروه وبتتكلموا فيه طبعا دايما، مش بس في الذكرى وفي ساعه احياء الذكرى. احنا بنشكر حضرتك جدا. كنا معاكم اهل مصر من امام النصب التذكاري لشهداء مدرسه بحر البقر الابتدائيه اللي استشهدوا في سنه 1970 في صبيحه يوم 8 ابريل نتيجه لقصف المدرسه بالطائرات الاسرائيليه اثناء الاحتلال الاسرائيلي لمصر. طبعا بنشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه. كنا معكم اهل مصر. في واحد مسؤول في القريه وعارف عنا كمان كل حاجه. خلصنا. طيب احنا قبل ما ننهي البث الحي معاكم عادل الموجي. استاذ عادل الموجي هو شاهد على التاريخ وشاهد على الحدث. طبعا ما كن يعني هو هيتكلم معانا دلوقتي ويشرح لنا ويرجع معانا بالذاكره لتفاصيل مذبحه بحر البقر اللي هو شاهدها وكان شاهد عيان وكان شاهد على الحدث. اهلا بحضرتك. من ضحايا بتوع عرفني بيك حضرتك. كنت من ضمن الطلاب في المدرسه؟ لا انا ما كنتش. انا دلوقتي عرفت بشكل خاطئ لان طبعا استاذ عادل الموجي هو كان موجود وقتها، انما انا يعني عرفت بيه بشكل خاطئ دلوقتي لانه ما كناش منسقين معاه. بنعتذر ليكم على الخطأ متابعي اهل مصر. لكن هو برضو هيحكي لنا ويوضح لنا، هو شاهد فعلا وكان موجود وقت الحادث. احكي لنا بقى التفاصيل. هو الساعه 8 الصبح طيران اسرائيلي. كنت فين وقتها؟ انا كنت في حته اسمها زراعة 4 هنا بعد ديت بشويه كده حوالا، كان في مع والدي. في اليوم ده انا ما رحتش المدرسه. يعني كنت طالب في المدرسه؟ كنت في المدرسة ايام في المدرسة اللي اصابها القصف. فرحت مع والدي الشغل في اليوم ده، كان هو قال لي تعالى معايا عشان تقعد مكاني يعني في الشغل. وايوه انا همشي. المهم الساعة 8 احنا يا دوب وصلنا الا وسمعنا الايه؟ سمعنا الانفجار. فرجعنا جري. كان والدي راكب بايسيكل كده عجلة يعني وجينا بقى يعني هنا ساعدنا في انقاذ الناس. انقذنا اللي نقدر ننقذه. انا عيل صغير ايامها يعني. كان عمرك كام سنه؟ يعني عمري حاليا 60 سنه، كان ايامها عمري حوالي عن 9 سنين مثلا. تمام.
كان 10 سنين ايام. ورحت بقى ساعدت مع والدك في انقاذ الضحايا وانتشال الجثث طبعا من تحت الانقاض وشفت ده. لا انا طفل بقى مفيش انقاذ. اكيد مش هتعمل ده بس كنت بتتحرك والدي مع والدك. والدي وشفت ده. بينقذ واحد كده طلعت ايد بس كده في ايده. بيعمل ايه؟ بينقذ واحد من تحت الانقاض. اه طفل. لقى ايد. فبيخلع على اساس ان هو يطلعها يعني ايد بني ادم موجود لقى الايد بس لوحدها. يعني طبعا دي الصوره دي ما بتفرقش. لا 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 ما بتفرقش ذاكرتك ولا. لا 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 لا. منظر بشع جدا طبعا وكان يعني الحمد لله. في اضافه ثانيه تحب تضيفها لنا من الذاكره الاليمه دي؟ لا والله يعني احب اوجه تحيه للرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي، الراجل اللي ربنا كرمنا بيه بعد سنين طويله، واللي بيحقق طموحات كل فرد محترم بيحب البلد. الراجل ده انا بوجه له التحيه، واذا كان ربنا كرمنا وحققنا الانتصار على ايد الرئيس انور السادات في 73، فاللي بيعمله السيسي في الكام سنه اللي مسكهم دولت يعني يوازي بل يمكن يفوق الانتصار اللي حصل في 73، لان هو بيعبر بينا من يعني بيعبر بينا التقدم التكنولوجيا والعصر النهضه، يعني راجل نقدر نقول عليه محمد علي للعصر الحديث. فده الاضافه اللي انا اقدر الله ان شاء الله مصر في سلام وامان الى يوم الدين، ووصل ان شاء الله صوتك لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا لحضرتك. شكرا. عرفنا بحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا المواطن صلاح عبد الحليم احمد عبد القادر من ابناء هذه القريه المباركه، وانا اساسا بتشرف ان انا من ابناء هذه القريه اللي هي قريه الشهداء. قريه الشهداء سياده الرئيس 1970 العدوان الغاشم الاسرائيلي الصهيوني على قريه شهداء اثنين بحر البطل. اولا سيادتك احنا عايز ابحث يعني عايز ابعث تحيه اعزاز وتقدير وشكر لهذا الرئيس الانسان الرئيس المحترم ولدوره رئيس الوزراء ولكل وزير ولكل مسؤول في موقع المسؤوليه في هذه الفتره الحساسه جدا من 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 فترات الزمن اللي مرت على مصر، نظرا لهذه المشروعات الضخمه، هذه المشروعات الكثيره، تكافل كرامه، صرف صحي، ميه، كهرباء، تليفونات، غاز. والله ما انا عارف يعني نشكر سياده الرئيس على ايه ولا على ايه، ده في البدايه. طبعا يعني الاستاذ دلوقتي ذكر مجهودات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. وكل القيادات والجهات المسؤوله في الدوله وان هي بتنهض وبترقب مصر. احنا كمان يعني ده مرتبط فعلا، ممكن حد يقول ايه يعني ايه علاقه الذكرى بالاستاذ بيتكلم فيه؟ طبعا احنا قومنا مصر بدم شهداء. تمام. بدم شهداء وهندافع عن مصر لاخر لحظه. تمام. ومش هيقف قدامنا حاجه. تمام. فطبعا النهارده هو هيحكي لنا برده تفاصيل الذكرى اللي هو شاهدها وكان وقتها طبعا طفل. نعم. بس اكيد اتحفر في ذاكرته. نعم. احداث مذبحه بحر البحر. نعم. حقيقه سيادتك احنا لما فوجئنا يعني تفاجأنا جميعا بهذه المأساة، مأساة بكل ما تحمله الكلمه من معاني، ضربه مدرسه شهداء اثنين بحر البكر اللي كان فيها اطفالنا. انا كنت وقتها عمرك كنت وقتها يعني 9 سنين وكنت في المدرسه طالب. حقيقه الامر انا اتولدت في هذا العام. يعني اتولدت فعلا لسه كنت لسه مولود في هذا العام. ولكن من روايات ابائنا او اخواتنا الكبار يعني قالوا لي كلاما اثر فيه حتى الان. يعني قالوا انهم كانوا يحملون اجلاء هؤلاء الاطفال على ايديهم وفي هذه المأساة ووسط هذا الدمار، وكانوا يكتبون بدمائهم على أجسامهم بنحبك يا مصر، وإحنا بنحب مصر وبنحب سيادة الرئيس السيسي ومقدرين للمجهود الخرافي اللي الدولة بتعمله النهاردة على قدم وساق في جميع المستويات وفي جميع المشروعات، حتى أن القضايا الخارجية شغلة فخامته، وكان الله في عونه، ربنا يا رب يحفظه ويحفظ مصر، وإن شاء الله إن شاء الله مصر برعاية الله وبحفظ الله سوف تتقدم في الصدارة بإذن الله سبحانه وتعالى. وإحنا عايزين تاني نوجه استغاثة أو رجاء من فخامة السيد رئيس الجمهورية لهؤلاء
عوائل هؤلاء الشهداء أو عائلات هؤلاء الشهداء، كما تعودنا من فخامته أن هو يده الكريمة بتحن على كل صاحب حق، فعايزين لمسة كريمة منه لأهالي أو عوائل هؤلاء الشهداء اللي كانوا ضحية العدوان الغاشم في سنة 1970. وعايزين والله يعني ما مش عارف أقول إيه لسيادة الرئيس غير أن احنا بنتشكر له والله على هذه المجهودات الكبيرة، تكافل وكرامة، حياة كريمة على كافة المستويات. ولو حضرتك كاميرا حضرتك تيجي على النصب التذكاري أكيد صورتيه حضرتك. صورناه. عايزين نعمل متحف مستقل يليق بكرامة وأجساد هؤلاء الشهداء اللي احنا ربنا كرمنا اساسا بسببهم في هذا عندنا البلد. طبعا الفصل فصل اتعمل متحف، هو فصل حضرتك في المدرسة وهذا لا يليق ابدا، اللي اتجمع فيه السبورة. نعم، في السبورة وفي اجزاء من الصواريخ، وفي ملابس الملطخة، ملابس الاطفال، وفي متعلقات اقلام وكراريس، وهي ذكرى أليمة فعلا، ولكنها تعطينا حافز كبير جدا جدا لكي يجد كل مواطن في مكانه وننهض بهذا الوطن الغالي المحترم الأصيل الذي هو في عين كل واحد منا وفي قلبه، ننهض به إلى الأمام إن شاء الله، كما قال أو مقول سيادة الرئيس: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، وإن شاء الله هتحيا وحتتقدم بإذن الله. وبسيادة الرئيس وبالقيادة الرشيدة في ظل سيادة الرئيس. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك، شكرا ليكم اهالي بحر البقر الكرام، شكرا.